الإخوان الآثوريين؟ والله أقول لك عبد السلام باختصار شديد أن الآثوريين هم بقايا الآراميين اللي بدوا يتغلغلوا إلى شمال العراق وشرق العراق وبلاد فارس من مطلع الألف الأول قبل الميلاد. الآشوريين بعز قوتهم بالقرن الثامن والسابع استخدموهم ككتبة، لأن كانوا الآراميين كانت لغتهم وكتابتهم الحقيقة الألفابيت مال يعني مال أوغاريت والشمرة، يعني صاروا لغة مو مسمارية، مو خط مسماري لغة. فالدول القوية اللي في الشرق الأوسط يعني الفرثيين قبلهم، يعني الآريين اللي في إيران والآشوريين استخدموهم ككتبة وفي دوائر الدولة، في دوائر، في مكاتبة، في ونمو. يعني هم يعني مواطن الآراميين بعد أن صعدوا من جزيرة العرب بالأواسط الألف الثاني استقروا في بلاد الشام، في شمال وشرق بلاد الشام، وكونوا دويلات آرامية، مو دول، دويلات سيتي ستيت. يعني أكو آرام النهرين وآرام صوبة وآرام دمشق وآرام يعني، واحتكوا بالدولة العبرية واحتكوا بالأنباط بس يعني قدروا يعبروا الفرات وينحدروا إلى منطقة إلى مواطن الدولة الآشورية، واستقروا في على طرفي دجلة خاصة، ووصلوا إلى بابل. يعني في بابل والأهوار كان أبناء عمومتهم بيوتات نسميها، يعني عشائر آرامية كلدية. فالعراق معظمه بعد سقوط الدولة الآشورية أصبح آرامي، آرامي مو بمعنى مسيحي، آرامي ثقافته، لغته، كتابته، حضارته. حضارته they adopted، يعني هم استوعبوا حضارة سومر وأكد وبابل وأشور الحقيقة. فمن دخلت المسيحية بالقرن الأول والثاني من سوريا من فلسطين، اللي تقبل منهم المسيحية بقوا يتكلموا الآرامية اللي هي صارت بعدين اللغة السريانية الآرامية اللي تكلم بها المسيح عيسى، واللي الأناجيل كتبت بالآرامية، وحتى التورات يعني آرامية التورات اللي هي تشبه العبرية. فيعني بقوا قسم، يعني قسم كبير منهم كانوا تحت النفوذ الساساني، اعتنقوا الزرادشتية وغيرها، بس بقوا يتكلموا. يعني العراق كان يتكلم الآرامية قبل العربية اللي هي أخت العربية. بالفتوحات الإسلامية بالقرن الأواخر السابع الميلادي، يعني مضى على مسيحيي العراق الآراميين مضى عليهم 5 قرون حتى دخل الإسلام. يعني 500 سنة هم مسيحيين، يعني well established themselves، يعني منطقة الكوفة والنجف وكربلاء، يعني قرى في منطقة بغداد أديرتهم وكنائسهم، في منطقة تكريت، الموصل، كركوك، أربيل. يعني العراق كان معظمه الحقيقة آرامي مسيحي، آرامي مسيحي. نعم نعم. فعند دخول الإسلام طبعا المنتصر يعني الاحتلال المنتصر طبعا بقوته وبإغراءاته وبنفوذه ينشر حضارته، بالأول دينه ثم لغته العربية.
الحضارة الفاتحين they adopted الحضارة الموجودة، يعني اللي هي إذا في يعني في العراق اللي هي الحضارة الكلدية أو البابلية أو الأشورية، وإذا في بلاد الشام البيزنطية. يعني يعني من دخلوا العرب الفاتحين تعلموا الآرامية والسريانية، وفي بلاد الشام الرومانية وغيرها، يعني بسبب الوجود الكثيف العربي الإسلامي وبسبب الإغراءات اللي قدم الفاتحين من جزية ومن خراج ومن غير، فكثيرين عشائر قبائل عربية عراقية أو سورية إلى في بلاد الشام، يعني هم بعدهم قسم كبير منهم جديدين في الدين المسيحي، وخاصة الأعراب العشائر تميم وغيره وغيره، قبائل هذول الأعراب، يعني كل عرب الجزيرة غرب الموصل عندهم مطران واحد. شوف في مكة كان مطران واحد، يعني في يعني في مط في بغداد كان الجاثليق هو اللي هو النسطوري، نسطوري كان هو اللي يحضر مجلس الخليفة. فيعني المسيحية كانت تدري الأقوام القديمة سريعة التغيير، الرهبان والقسس حافظوا يمكن، لكن الشعوب الفلاحين والكسبة هذا يريد يعيش. فالفاتح قدم له مغريات، يعني ما ياخذ منه جزية، يترك أرضه ينخرط بالجيش وياخذ عطاء مغريات. فكثيرين بأهل المدن تحولوا إلى الدين الجديد، اللي 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 ما رادوا يتحولوا للدين الجديد وشافوا مضايقات بالمدن، يعني في تكريت أو موصل أو الجزيرة أو غير، عبروا دجلة، عبروا دجلة وبقوا أهل المدن تعلموا العربية، يعني اضطروا يتعلموا العربية بمرور السنين. اللي ما رادوا العربية ولا الإسلام عبروا دجلة وصعدوا الجبل، قسم كبير منهم على أبناء عمومتهم مسيحي الجبل، وقسم كبير بعد دجلة أكو هاي الحزام المسيحي، القرى المسيحية لا زالت إلى الآن، وكانت في بالقرن الثامن تاسع عاشر كانت في أوج انتشارها. فهذولا يعني هم أراميين الجبل وأرامي القرى المسيحية، حافظوا على مسيحيتهم وعلى تراثهم وعلى لغتهم الآرامية اللي تحولت إلى السريانية. افتهمت؟ فإحنا أصح أن نسميهم الآثوريين اللي يرغبوا أن يطلقوا على نفسهم الآشوريين، هم الحقيقة ما بقى آشوريين في العراق، صاروا كلهم آراميين، فهم آراميين يتكلموا الآرامية الحديثة واعتنقوا المسيحية من القرن الأول الثاني. الحقيقة هذول هم الآثوريين، وهذول هم اللي يسمون نفسهم كلدان، اللي يتكلمون السورة في أهل تلكيف وغيرهم وكذا، هذه حكايتهم. لا هي كلداني، يعني الكلداني، شوف أنا كلداني كاثوليكي كلداني. الحقيقة معظم مسيحي العراق كانوا يتبعوا مذهبين، المذهب الأرثوذكسي اللي هو مذهب عيسى ومذهب بطرس والحوارين في بلاد الشام. في العراق نستوريوس كان باتريارك، كان باتريارك القسطنطينية، هذا اختلف مع روما مع 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 مركز الكاثوليكية اللي كان باختلافها بسبب مفاهيم ثيولوجية حول طبيعة شخصية المسيح. يعني كان يقولوا عنده طبيعة بشرية وطبيعة إنسانية،
اللي هو صلب بها وطبيعة إلهية اللي صعد إلى السماء. نستوريوس رفض هذا العقيد، فاعتبر المسيح هو يعني إذا طبيعة واحدة وابن مريم، وجاء بأعجوبة بكلمة الله، طرد من الكنيسة الكاثوليكية، اجى للعراق بطريرك، اجى للمدائن، كان أسس كنيسة كوخي، اتهمت هاي بالقرن الرابع، عواصط الرابع 350. فنشر النسطورية، النسطورية اللي هي تختلف عن مفاهيم روما والفاتيكان، قدر كل أتباع كل نصارى العراق تبعوا الكنيسة النسطورية، حتى في زمن العباسيين بالقرن السابع ثامن تاسع عاشر ميلادي، يعني ثاني ثالث هجري، جاثليق بطريرك يعني كاردينال بطريرك المدائن كان معترف به في دار الخلافة في بغداد، كان يحضر مجلس الخليفة في بغداد. في 1500 ميلادية روما تحركت على مسيحي نصاطرة العراق وفارس، ينشر في فارس أيضا الكنيسة الشرقية، الكنيسة الشرقية زعيم نستوريوس. روما الأرثوذكسية باقية، فروما وصل نفوذة إلى العراق بالألف وخمسمية، فرادوا يقلصوا نفوذ كنيسة نستوريوس، فأخذوا يغرون كثير من مسيحيي منطقة الموصل وكركوك وأربيل وبغداد، ويحاولوا يحولوهم إلى الكاثوليكية. تحول منهم قسم كبير وبقوا أتباع الكنيسة الشرقية اللي اليوم هم الآثورية، الآثوريين، الكنيسة الشرقية اللي مقر البطريرك في شيكاغو، ومنهم في أستراليا، هذول اللي بقوا نستوريوس، يعني أتباع الكنيسة الشرقية مو أتباع روما. هذول اللي أخذوهم من النصاطرة احتاروا شي سموهم، هم كاثوليك بس رادوا يعطوهم تسمية محلية. فأحد الكرادلة يعرف تاريخ بلاد الرافدين، قال هذولا مسيحيي بلاد الكلدان، في بلاد بابل والكلدان، ايش بيكي اعيني، فسموهم كاثوليكي، يعني كاثوليكي الكلدان، في بلاد الكلدان، هي بلاد العراق حتى في الزمن الاسلامي اسمها كلدان، بلاد الكلدان مو اشور ولا هاي. حتى البطريرك اللي صار قام يسموه بطريرك بابل على الكلدان. الآن اللي هذا الكاردينال الكبير الأحمر هو بطريرك بابل مركز بغداد. البطريرك النسطوري الجاثليق طرد من اختلف مع الحكومة العراقية بعد ما ضربوا، بعد ما الليفي بالثلاثينات فانهزم إلى شيكاغو، والآن مركز الكنيسة الشرقية في شيكاغو، عندهم في بغداد عندهم مطران بس الكاردينال شيكاغو الحقيقة. فهذول التلكيف، أنا يظهر أصلي نسطوري أهلي بالبوصل، تحولنا إلى كاثوليك سمونا كلدان. أكو سريان أيضا اللي هم يعني جوي من سوريا بقوا سريان، الأرثوذكس ما تغيروا، ما قدروا روما ما قدرت تأخذ منهم، اللي أخذت قليل منهم عملتهم سريان كاثوليك. هذه حكاية. فماكو لا يعني ماكو كلدان مسيحيين جماعة بابل، وأشوريين مسيحيين جماعة نينوى، هذه مضحكة، خلط تاريخي، خلط تاريخي هذا.
هو قبل 100 سنة 120 سنة واحد مطران اسمه الدشير علي هذه باختصار موضوع من هم الكرد اللي هم اعتقد من بقايا الميديين جبليين مجاورين لإيران لوادي الراب بلاد الرافدين من الشرق والمسألة الآثوريين والكلدان اللي هم آراميين اثنينهم واحد يتبع الكلدان يتبعوا كنيسة روما الآن والآثوريين يتبعون كنيسة الشرقية أتباع نستوريوس هم الآثوريين أتباع مقر شلون احنا الكاثوليك مقرنا الزعامة روما هذول الزعامة الدينية في شيكاغو خلط تاريخي ما لها سند تاريخي ما لها أي دليل تاريخي يعني قلت لك مطران قبل 100 سنة كتب كتاب مثل ستيفان مثل صايغ مطران سليمان صايغ عند تاريخ الموصل بجزئين مطران الدشير قبل 100 سنة كتب كتاب عن نصارى العراق سمى كلدو وآثور مو آشور كلدو وآثور يعني حقيقة إذن ختاما للموضوع الآشوريين والآثوريين ماكو شيء اسمه الإنجليز من جوي جابوا أقوام من جبال في قرب أرمينيا جبل آتوريا لا هم كان سكان شمال العراق ماكو شيء اسمه جبل آتوريا ماكو جبل آتوريا لا 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 اكو شرانش ما شران هم كانوا يسكنوا في شرانش يعني فوق العمادية ماكو شيء اسمه جبل آتوريا لا لا اكو جبل لا هم كانوا مسيحيي قريب زاخو بين دهوك وزاخو بين دهوك والموصل وفي جبل شرانش فوق العمادية حتى جبل شرانش فوق سولاف الانجليز بالثلاثينات اربعينات للخمسينات سووا لهم مصيف فوق ما كانت تطلع سياره من السولاف يطلعون على البغال اي طبعا والمال كلدانيين اور سومريين واذا كان اكو ابراهيم الاب يعني الباتريارك هو اموري سارامي اموري وبالالف وثمانمائة نشا ربما لما يعني هاجرت قبائل آمورية من شمال غرب بلاد الشام إلى بلاد الرافدين عشيرته استقرت في منطقة أور وحاول سير ليوناردولي يثبت وجود إبراهيم فلقى بيت في هذا البيت أكو رقيم طين اكتشفوا في هذا الرقيم الطين اسم أبرامو هو اسم في سفر التكوين إبراهيم اسمه الأول قبل ما من راح الحران الرب قال له حول اسمك من أبرامو إلى إبراهيم يعني اسمه الأول أبرامو الأب ايه ابرامو اسم قديم يعني عند الساميين ايه بتعرف عليه نعم بس خلي اقول لك شيء اخر حتى انت تدونه عندك بعد نستوريوس وطرده من الكنيسة الكاثوليكية وتأسيسه للمذهب النسطوري الشرقي في 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 بلاد الرافدين وغرب إيران في 325 ظهر باتريارك آخر في الإسكندرية اسمه أريوس يظهر ثقافته يونانية فلسفة أرسطو وغير و
كان متأثر بالفلسفات الإغريقية اليونانية وبالآلهة وأبناء الآلهة. هذا وصل بطريرك الإسكندرية، يعني واحد من زعماء الكنيسة المسيحية في العالم. هذا رفض آلوهية المسيح، قال المسيح ابن مريم، نرضى أن الله يعني كلمة الله the logos باليوناني، الله ألقى اللوغوس عن طريق الملاك البشر العذراء، امرأة قديسة بشرة، سيلد منك مولود قدوس يدعى وبقوة يدعى عمانويل. لكن هذا ما له علاقة بالله، الله هو واحد، ما ممكن يكون عنده ابن، ما له علاقة. يعني الله سبحانه وتعالى صفر الله لم يجتمع بمريم حتى يجينه ابن، الله ألقى كلمته اللوغوس باليوناني لوغوس. هذا طبعا الكنيسة ما ترضى الانشقاق هذا، لأن يأثر، لأن بولس هو الحاخام الكبير، بولس هو اللي أسس هذه المفاهيم خلال المجاميع الكنسية المتعددة. بولس شاول اللي كان يهودي واللي اعتنق المسيحية بعد ذهاب المسيح، يعني حوالي 50 ميلادية، وهو هاجر وراح إلى روما، وهناك بتأثير ما في أي مفاهيم، يعني أدونيس ابن الآلهة، أي مثروية طبعا مع أدونيس. فيعني أريوس انشق عن تعاليم بولس، يعني رفض أن يكون المسيح ابن الله الحقيقة، طرد من الكنيسة. هذا من حرم، طرد، اجى إلى تيماء شمال الجزيرة العربية. نستوريوس اجى إلى العراق وإلى فارس. أريوس راح إلى شمال الجزيرة العربية إلى الحجاز، وبدأ ينشر النصرانية على المذهب الأريوسي من أتباع بحيرة ورقة بن نوفل. الأحناف كانوا أحناف، هذول العرب الحقيقة قسم كبير منهم عقلاء، يعني حتى يقال عبد المطلب كان جد الرسول كان من الأحناف، يعني هذول كرهوا عبادة الأحجار فصاروا أحناف. هل أحناف قسم كبير منهم تحولوا إلى نصرانية أريوس، منهم ورقة بن نوفل، منهم بحيرة، منهم عداس اللي حاول يعاون الرسول بالطائف لما الأولاد دي يلحقونه، عداس أيضا كان يعني ورقة بن عم خديجة الحقيقة. عندي كتاب لطيف خلصته هالأسبوع، واحد شيخ مصري اسمه الشيخ عبد الكريم معفيش، يتكلم فقط كيف خديجة ورقة بن نوفل حضروا محمد حتى يصير نبي. إذا يعجبك تقرانه، لازم تقرانه، فتشوف أن خديجة ما كانت بعيدة. يعني هو ما يريد يقول خديجة كانت نصرانية، أشبيهم إيش يقول؟ على كل المسيحية روما ما انتشرت بالجزيرة بالحجاز، مذهب أريوس انتشر. الأخبار هذا عملهم الأخبار، واحد من حواري عيسى من رسل المسيح اللي هو ماركوس هو اللي راح إلى مصر ونشر المسيحية ووران بنو الأديرة. لا 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 أرثوذكسية، بالأرثوذكسية بالدين القديم. ولهذا شوف ما دخل بالقرآن الكريم، لم تدخل مسيحية بولس، دخلت آراء أريوس
لم يكن لا هو بس القرآن يقول كلمة الله ألقيت إلى 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 مريم بنت عمران عن طريق جبريل. فكل ما جاء عن المسيحية في القرآن هو أريوسي. حتى لو تقرأ هذا الكتاب تشوف أن محمد وهو صغير طفل بعده يرضع من أمه قام يتحدث. أعتقد هاي تأثيرات، مو يعني تأثيرات، وراح تشوف كثير أمور أنت يعني إذا تعرف تاريخ المسيحية الأولى راح تشوف بهذا الكتاب كثير من الأمور هي محاكاة. الحرب اللي صارت بين الإسكندرية وروما، الأرثوذكسية المصرية الممثلة بالأقباط ما دخلت بها؟ لا بقت أرثوذكسية بين الأريوسية وبين الكاثوليكية، فهم؟ إذا ولهذا شوف ولهذا يعني الحجاز ومكة والمدينة، في مكة نصارى أكثر من اليهود، اليهود كانوا أكثر في المدينة، ما يسمون مسيحية يسمون نصارى، النصارى الناصري يسوع الناصري، لأن المسيحية يعتبروها هي مسيحية بولس روما. طيب دكتور سؤال أخير ما له علاقة بالموضوع. يا إيه. تمت داقل الدكتور طه باقر عن موضوع المصطلحات والتخيل من المصطلحات في اللغة العربية. مستوقفني في الشيء. حلو والله هذا الكتاب. لأنه يعني لغتنا يطلعنا إنه إحنا صدق ورثة ذولاك الناس، يعني هاي لغتنا لغتهم. تمام. كل ما خلي. إيه. مستوقفني الدكتور شيء قارب شغلتي. الشيء الأول الفراتيين من الأوائل يذكرهم يتحدث عنهم، تذكرت اليوم هذول الذين نزلوا من الفرات وأسسوا، ويتحدث خزعل الماجدي الآن ذكرهم إلى محاضرة حضرتها، ليس من السومريين، وين هذا بالعراق؟ لا بالدنمارك. خزعل كان بالدنمارك؟ لا بالله خطية. يسميهم مو اسم السومريين، يسميهم اسم آخر خزعان، بس الدكتور طه باقر هذا منهب عندي الفراتيين الأوائل. من هم الفراتيين الأوائل؟ هذول القوم الذين كل الأسماء ورثناها عنهم حسب قول الدكتور طه، وهم اللي علموا السومريين، ولكن من هم هؤلاء؟ أهل عصر العبيد. هم الفراتيين الأوائل لأنهم كان ساكن على الفرات. ومين جت الدكتور هاي هذا اللسان منين؟ مال السومري هسه متميز السومري والأكدي، فرق ماضي عربي؟ لا هو شوف يعني الأكدي هو لغة سامية هي والآرامية والعبرية والعربية والكذا، بس السومرية هو لسان آخر ربما أخذوا من الفراتيين الأوائل. الفراتيين كثير من اللسان لا زال عندنا. طبعاً. مئات الأسماء. مو سومري هاي يعني هي دخلت من خلال السومرية. راحت على الأكدية. صحيح. الفراتيين اكتشفهم لاندبرجر يمكن بال47، طه باقر يؤمن بها. لا لا أنا من زمان كنت أعتقد أهل العبيد اللي سبق عصر الوركة، أهل عصر العبيد هم 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 أجداد السومريين اللي هم الفراتيين الأوائل اللي هم ما يعني ذولا حتى قبل الطوفان. هي طوفان دالغة. انت ما شفت بهذا كده كم طوفان صار بالعالم؟ عصر العبيد لأنك حسونا حلف العبيد، حسونا حلف العبيد وركة. لا 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 محليين محليين محليين. تعرف ليش محليين سلام؟ العمارة هي الفخار، هو كل التقاليد، الدين هو الأم الإله، هي إننا هي، يعني ما في تغيير. المسيحيون في تناقض
القدس وعدد الهجرة كما نقصده احنا دكتور. اذا اريد ابحث موضوع الفراتين الاوائل اذا هذا الموضوع اي هو هذا الموضوع اي اي طبعا أنا ما أحب هذا الكلام، يعني من يجي كلام على المسيحيين وما دايعانه أنا أشمئز، ما يعجبني أسمع، ما أعرف يعني شوف أنا كعراقي أو أتألم على الكارثة الإنسانية، لكن ما أحب ما أعرف يعني ما أحب أسمع هالمسائل، يعني يعني هالمذهبية، المعاناة المذهبية، شيعة سنة مسيحيين صابية، يعني أنا شفت ما أحبها. هل لأن أنا علماني أو لأن أنا كوزموبوليتان؟ أعتقد تتقبل سائق التاكسي من فاحل القرار يؤمن بوجود الكائن الأزلي الله وهو السبب في كل شيء. اقترب من تبسيطه للموضوع يعني انت كل ما تروح نحو الكوزموبوليتيه كل ما هالامور تصغر، يعني هاي الامور انا تمام اتالم، يألمني هالمعاناه الانسانيه لكن ما احس تخصني. اي دونت كير، يعني ما يعني انا انظر لي انظر توارد هيومانيتي از ات لارج. خلي لك شويه ماي يعني اخذ عميق عليه غامق الشاي. اي ثانك يو دكتور، ما طول عليك هاني. انا اشكرك ابني.